وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة الصحفي الفلسطيني أحمد قداح. مرحبا بك معنا أستاذ أحمد. بداية لو تصف لنا واقع الفعالية اليوم والحشود وآخر التطورات وأنت في قلب الحدث. نعم، أهلا وسهلا بك عمر وكذلك بالسادة المشاهدين الكرام. نبدأ من آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة. يستعد سكان القطاع في المشاركة في جمعة مستمرون في المناطق الحدودية على طول الشريط الحدودي بقطاع غزة ضمن مسيرات العودة التي انطلقت في 30 من مارس الماضي. وهذه الجمعة التي أطلق عليها مستمرون، أي مستمرون في فعاليات رفع الحصار عن القطاع وكذلك العودة وحق اللاجئين وعملية استنكار لكل الفعاليات الأمريكية في مدينة القدس. هذه الجمعة تحمل كثير من المعاني في عملية انطلاق المسيرات. أبرز هذه المعاني والأهداف أن مسيرات العودة ما زالت مستمرة حتى اللحظة، وأن قيادات السياسة الفلسطينية لا سيما قيادات حركة حماس والفصائل الأخرى تشارك الفصائل في أو تشارك المواطنين في المكوث في خيام العودة والوصول إلى المناطق الحدودية. يتخلل هذه الوقفات والمسيرات مواجهات مع الاحتلال على طول الشريط الحدودي عمر. نعم، لو تطلعنا أكثر على آخر أوضاع المتظاهرين والانتهاكات الصهيونية بحقهم، وهل من إصابات بين صفوفهم؟ قبل قليل حدث إطلاق نار من قبل جنود الاحتلال في شرق مدينة غزة، أدى إلى إصابة أحد المتظاهرين بجراح، نقل إلى مستشفى الشفاء بالمدينة. كذلك الاستعدادات جعل المتظاهرين يجمعون العديد من الإطارات لإشعالها في المناطق الحدودية. حتى اللحظة لم تبدأ الفعاليات، ولكن الاستعدادات جارية لبدء هذه الفعاليات والمسيرات والتظاهرات بعد العصر حتى صلاة التراويح لهذا اليوم. ولكن في المقابل الاحتلال بث صور لحرائق كبيرة اشتعلت في الكبوسات والمستوطنات القريبة من حدود غزة جراء أوراق وطائرات ورقية حارقة سيرت من القطاع، وبالتالي خسائر فادحة حسب ما أعلن الاحتلال جراء هذه الطائرات الورقية وهذه الحرائق. نعم، المحكمة العليا للكيان الصهيوني رفضت إلغاء السماح لجنود الاحتلال إطلاق الرصاص الحي على المشاركين في مسيرات العودة. كيف تلقى المتظاهرون هذا الخبر وما أثره على فعاليات اليوم؟ بالتأكيد هذا يزيد من طب المعاناة على المتظاهرين مجددا، بأن الاحتلال يحاول قدر الإمكان أن يحصل على الحصانة القانونية من دولة الاحتلال في عملية استنزاف المتظاهرين الذي يدعي الاحتلال ومحاكمه العسكرية أو المدنية بأن الجنود لهم الحق في استهداف المتظاهرين حتى إطلاق الرصاص في المناطق العلوية للجسد وقتل المتظاهرين بحجة أنهم يشكلون خطر حرم الاستهجان. تلقى الفلسطينيون هذا الخبر، كذلك النشطاء الأجانب الموجودين في قطاع غزة بعد أكثر من 113 شهيداً وأكثر من 13 ألف مصاب، جلهم أصيب بإعاقات وكذلك أصيب بحالات بتر وإصابات خطيرة. هذا يبرر للإحتلال عملية قمص المواطنين، ولكن هذا طبعا لا يعني أن المظاهرات والمسيرات ستقف، بالعكس أن هذه دائما تشجع المواطنين والفلسطينيين على الاستمرار حتى تحقيق مطالبهم العادلة هكذا يقول المتظاهرون أو منظمي هذه المسيرات. الأستاذ أحمد قداح الصحفي من قطاع غزة كان معنا، شكرا جزيلا لك.